المعارف المحرمة. نعم نعم الضابط في أمر المعازف يا شيخ. الضابط في أمر المعازف؟ نعم يعني بعض الأشياء المعازف كلها محرمة. لا لا أنا أعرف يا شيخ أنا أن المعازف محرمة، لكن مثل رنة الهاتف ونغمات المحمول اللي هي لا هذه ليست معازف. رنة المحمول، جرس البيت، ما قال أحد إنها معازف. طب ما الضابط يا شيخ الذي مثلا يقول هذه معازف وهذه ليست معازف؟ اسأل أي واحد مغني يقول لك المعازف في إيه؟ الله يسلمك، معروفة لدى الجميع. الله يغفر لنا ولك.